مساء الخير. كل جماهير النادي الأهلي بتسأل إحنا نقابل الترجي ولا الوداد ولا صن داونز، والحقيقة إنه البطل يقابل أي حد ويكسب أي حد عشان يكون بطل. لكن هجاوبكم على السؤال ده وأقول لكم مين المنافس الكويس اللي قابله النادي الأهلي في الوقت ده، بس مش أنا اللي هجاوب، المحل هيكون ضيفنا تامر بدوي في الفقرة الثانية وهيجاوب على السؤال ده بشكل فني وعلمي بشكل كويس قوي. لكن خلينا نستعرض بعض الأخبار، وأول الأخبار النهاردة هو البيان اللي طلعه النادي الأهلي. الحقيقة النادي الأهلي طلع بيان أقل ما يقال عنه أنه محترم النهاردة. البيان عدد فيه ما حدث في مباراة الهلال السوداني، بدءا من إيه؟ بدءا قبل السفر قال في انه حصل انه في فيديوهات تحريضيه على بعثه النادي الاهلي، وهو ده اللي قلب كل حاجه، ده قبل السفر. ثم بعد السفر واثناء المباراه في هتافات مسيئه، ده رقم اتنين، كل ده في البيان، انا بس بلخص لكم اللي جه في البيان. ثم هتافات مسيئه في المباراه من خلال جماهير نادي الهلال السوداني، ثم اقتحام الملعب قبل ربع ساعه من نهايه المباراه، ثم اكمال المباراه في جو عدائي أبعد ما يكون عن إنه يكون رياضة. ثم يعني يا ريت بقى انتهت هذه الأمور، وده موجود في البيان، يا ريت انتهت هذه الأمور عند هذا الحد. لا، بعد المباراة الجماهير فضلت في قلب الملعب وفضلت تحدف أزايز ماية والكراسي المكسورة. ده طبعا جو أبعد ما يكون عن الرياضة. والحقيقة النادي الأهلي ما تسرعش وخد قرارات متسرعة، لا، رجع النهاردة وشاف كل هذه الفيديوهات وراجع هذه الفيديوهات. وإيه اللي حصل؟ النادي الأهلي وهو شامخ وهو واقف ومعاه الحق قال إنه مش هيشكي نادي الهلال السوداني. ليه مش هيشتكي النادي الهلال السوداني؟ هل هو كده يعني هيفرط في حقه؟ مجلس إدارة النادي الأهلي أكد في البيان إن هو المسؤول عن إنه يجيب حق النادي الأهلي وهو المخول بده، لكن لثلاث أسباب عددهم في البيان. أولهم تقديراً واحتراماً للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان والتي لا يعرف قيمتها كل من شارك، حط بقى خط تحت اللهيج ده، كل من شارك في هذه الأحداث المؤسفة التي جرت في أم درمان. يعني كل اللي شاركوا في الأحداث دي لا يعوا العلاقة التاريخية بين مصر والسودان. رقم اثنين، تسمينا للجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني، وده شفناه صراحة، ولولاهم كان حصل ما لا يحمد عقباه، وده مذكور في قلب البيان. رقم ثلاثة، الحرص الكامل من النادي الأهلي على ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق أي ضرر من أي نوع. يعني أي نادي في هذا الموقف مش يعني، واللائحة بتقول، اللائحة رقم 3 على ما أتذكر يعني، بتقول إنه النادي الأهلي له حق، ولو قدم يقدر ياخد وتحتسب المباراة ليه 2-0. النادي الأهلي ما دخلش في هذا الجدال إطلاقا، بعد عن هذا الجدال إطلاقا. ليه؟ للتلات أسباب اللي أنا قلتهم دول. كمان ختم البيان بجملة أحب أقولها زي ما ذكرت في البيان بالظبط، لأنه توجه مجلس إدارة النادي الأهلي بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لكافة الجهات المسؤولة في الدولة المصرية التي قامت كعادتها بدورها في على الوجه الأكمل في الداخل والخارج لتأمين سلامة بعثة الأهلي في السودان وفي مقدمتها وزارة الخارجية ثم وزارة الداخلية وزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية في السودان. وقال البيان فيها أنها بذلت جهدا يستحق التقدير. ثم ختم البيان بأنه برضو الاتحاد المصري لكرة القدم. والختام أجمل ما قيل، تبقى مصر كبيرة وآمنة بجهود كل أبنائها المخلصين. طيب، ده البيان اللي طلع من النادي الأهلي النهاردة بخصوص الأحداث اللي حدثت في أم درمان. طيب، نروح لبعض أخبارنا من الفريق الأول لكرة القدم. رمضان صبحي كان في بعض الأقاويل إنه ممكن يلحق مباراة بيراميدز، لكن الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال إنه مش مستعجلين على رمضان صبحي وإنه مش هيقدر يلحق مباراة بيراميدز.
اللي هتقام يوم الخميس المقبل. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي بيتصدر الدوري برصيد 36 نقطة. الدكتور قال انه محتاج مزيد من الوقت في الفترة القادمة عشان يرجع، ومش مستعجلين عليه. أجاييه النهاردة جات له نزل برد منعته من المشاركة في الميران. والحقيقة برضو ياسر إبراهيم كان عنده إصابة من الأحداث اللي كنا بنتكلم عليها في البداية، طبقا طبعا للبيان كان عنده غرز في راسه. النهاردة شارك في التدريبات الجماعية وإن شاء الله يكون موجود في مباراة بيراميدز يوم الخميس القادم. فتحي طبعا كان عنده آلام في الكاحل، شعر بآلام في الكاحل، ودي بعدته عن مباراة الهلال السوداني في السودان. النهاردة اتدرب في قلب الجيم، ما اتدربش في الملعب لكن اتدرب في قلب الجيم. مجموعة اللاعبين كلهم بقى اللي ما شاركوش مباراة الهلال السوداني النهاردة كان عندهم تدريبات بدنية مكثفة، تدريبات بدنية مكثفة عشان طبعا الحمل البدني. زي ما احنا شايفين دي صور ارشيفية طبعا من تدريبات للنادي الاهلي. النهاردة المدرب النادي الاهلي فايلر عقد جلسة مع شريف اكرام. طبعا شريف اكرامي زي ما انتم شفتوا طلع بيان امبارح على تويتر، بيان يعني ما خرجش طبعا فيه نص، لكن كان بيان مكتوب بشكل كويس. والحقيقه ان شريف اكرامي الفتره اللي فاتت سنتين بالتمام والكمال ما عملش اي مشكله، كان طبعا الجون الاساسي للنادي الاهلي. ولما قعد الفتره اللي فاتت لمده سنتين متتاليتين ما عادش اي مشكله، ما عملش اي مشكله، بالعكس ده كل اللعيبه وكل القريبين من الفريق الاول اشادوا بالجو الاحترافي والاحترافيه اللي بيعملها شريف اكرامي في كل اللعيبه، وكل واستقباله لكل اللعيبه. حتى هو بنحضره للفتره القادمه انه يكون حاجه كبيره في النادي الاهلي طبقا اللي عمله السنتين اللي فاتوا. لسه زي ما انتم شايفين دي صور ارشيفيه من التدريبات، لكن خلينا نتكلم، عندنا مباراه مهمه جدا جدا. وقبل المباراه عندنا يوم الاربعاء قرعه دور الثمانيه، واللي ان شاء الله هيتحدد فيها طبعا هنقابل مين في دور الثمانيه ان شاء رب العالمين. هيكون واحد من ثلاثه، الترجي او الوداد او صن داونز، وكل فريق من دول لينا مع حكايات. اكتر حكايات طبعا فريق الترجي اللي قابلناه في دوري ابطال افريقيا 20 مرة قابلنا الترجي، وكان النصيب الاكبر من الفوز للنادي الاهلي 8 مرات مقابل 4 مرات بس للترجي. 4 مرات مقابل تاريخ للنادي الاهلي 8 مرات مقابل 8 مرات تعادل. صن داونز بقى لنا معاه حكايات مهمة جدا، ان شاء الله نقابله في فترة قريبة، وان شاء الله المباراه اللي كانت خارجه عن النص وهزيمتنا ان شاء الله رب العالمين يكون لينا برضو، هنناقش ده مع تامر بدوي ونتكلم على انه منافس افضل للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي يقدر يقابل اي حد. اخر حاجه عندنا خبر النهارده، لجنه المراه في النادي الاهلي داخل النادي الاهلي بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه الجمعه المقبل عامله كرنفال ترفيهي، وان هي تدعو اعضاء النادي لمعايشه هذا الكرنفال الذي سيتضمن كل انواع الفلكلور الشعبي من كل محافظات مصر. فيها هيكون موجوده الفنانه فاطمه عيد والفنان طارق عبد الحليم وفرقه للفنون الشعبيه. زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه ان احنا هيكون ان شاء الله رب العالمين بعد الفاصل هنتكلم بشكل مفصل عن حاجات كتيرة جدا، لكن أهمها هنجاوب على السؤال المهم، هو النادي الأهلي من هو أنسب منافس ليه في دور الثمانية، بعد الفاصل مع المحلل الفني تامر بدوي. رجعنا لكم مرة تانية، وخلونا نرحب بضيفنا وضيفكم النهاردة المحلل الفني الجميل
كابتن تامر بدوي. حبيبي اهلا بيك. ازيك؟ الحمد لله كله تمام. سعيد بوجودي مره من جديد في قناه النادي الاهلي. ده وانا اسعد بيك والله. ربنا يخليك. وبسعد بيك في كل وقت. خلينا نبتدي من ماتش الهلال السودان والاحداث اللي جرت فيه، بس قبل الاحداث عايزك تكلمني على الشكل الفني اللي شفته. بعتقد ان دي اول مباراه لفايلر بيأديها بشكل فيه ثبات كبير قوي للعيب. ايه رايك؟ طيب، هو عشان اتكلم على مباراه الهلال السوداني لازم اعمل فلاش باك شويه. الفلاش باك بتاعي ان من قبل المباراه انت للاسف الاهلي ما كانش كسب اي مباراه خارج ارضه. دي كانت مباراه مهمه جدا. وجهه نظري الشخصيه واللي كان جمهور الاهلي كمان استبشر خير فيه ريني فايلر، ان الراجل هيجي عاوز يرجع هيبه واسم وتاريخ النادي الاهلي في القاره، وده هيجي من ان انت لازم تبدا تتعود وتعود لعيبتك ان هي لازم تكسب بره، خاصه ان انت اكبر فرقه في افريقيا، اكتر فرقه معاها اللقب، فرقه ليك تاريخ كبير جدا، فلازم تبدا تشتغل على الموضوع ده، خاصه ان انت في مش الموسم اللي فات، اللي قبليه خسرت الفاينل قدام الترجي التونسي 3 باداء سيء جدا. الموسم اللي فات خسرت بره ارضك بنتيجه مذله امام سان داونز، فده طمع فيك المنافسين اللي بقوا بيلعبوا الاهلي، خاصه لما الاهلي بقى بيروح. ومعلش اديني فرصه ان انا اقول في مفهوم كبير جدا لازم يتغير في عقليه المصري وبالتحديد في النادي الاهلي، اللي هو حته ان لازم انسى حقبه الثمانينات، حقبه التسعينات، وحقبه اول 10 سنين في الالفيه الجديده، الا وهي الفكر اللي هو ايه، انا هلاعب الافارقه في دوري ابطال افريقيا، انا هروح العبهم هناك. لازم ابدا اغير مفهوم ان انا هلاعب افارقه دي ناس ساذجه، ناس غشيمه، ناس هروح اتعادل معاهم في ارضهم وفي اجواءهم، واجيبهم عندي في القاهره اديهم زي ما بنقول كده ايه، درس في الكوره. الكلام ده لازم يتغير، العقليه دي او التفكير ده لازم يتغير بكل المقاييس. بتكلم بشكل عام والاهلي بشكل خاص. بشكل عام اكبر دليل على كده مباراه مصر وجزر القمر اللي فاتت. مصر ايه في الكوره وجزر القمر ايه في الكوره؟ مش شايف الاشاذه. حلو قوي. ايه اللي حصل في المباراه؟ عاوز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. اتنفضنا كوره. اتنفضنا كوره بسبب فنيا احنا اتنفضنا، مهريا تفوقوا علينا، خططيا تفوقوا علينا، كل حاجه بدنيا تفوقوا علينا. فانت لازم تبدا تغير النظره بتاعتك للفرق والمدرسه الافريقيه. بمعنى من الى تغيير النظره من الى؟ من ان الناس دي غشيمه وان الناس دي ساذجه، هروح اتعامل معاها والعب على التعادل هناك في اراضيهم، واجي هنا في القاهره العب بقى لعبي ووسط الاجواء. ليه بقول لك مفهوم الثمانينات والتسعينات واول 10 سنين من الالفيه الجديده؟ لاني اولا انت كنت زمان بتلعب بجمهور، دلوقتي انا بلعب بجمهور ليميتد او محدود، 10,000 5,000 15,000، فما بقاش زي زمان. صحيح. اللي هو هجيبهم حته ان هجيبهم في استاد القاهره وال120,000 هيحركوا الحجر وهكسب، يعني هكسب. صحيح. طيب الموضوع ده ما بقاش زمان، في حين ان الملاعب في افريقيا اتحسنت، ده تاني عامل او اولا اول عامل. صحيح. ان انت ما بقتش بتلعب بالفول كاباسيتي او الساعه الكامله للاستاد. تاني عامل ان الملاعب بتاعه افريقيا كل، مش عاوز اقول كلها بس معظمها اتحسن، نظرا ان في دول بقت صغيره. صحيح. بقت بتنظم امم افريقيا، يعني مثلا غينيا الاستوائيه والجابون. صحيح. انجولا لما شفنا الزمالك. صحيح. مثلا بيلعب اول اغسطس انجولا كانت بتنظم 2010 فملاعبها اتحسنت، ده شجع الافارقه ان هم يلعبوا كوره حجتهم الاولى، وكان عندك مبرر انت كالنادي الاهلي او انديه مصر او منتخب مصر لما تروح مع الافارقه ما تلعبش كوره قوي لان الارض مش مساعداك والاجواء مش مساعداك. الاجواء دي كلها اتغيرت، بقى في طيران مباشر. الاول كنت بتروح مش عايز اقول الشركه مثلا، بس تروح لفرنسا ومن فرنسا تنزل على. صحيح. دول افريقيا تلف لفه كامله، ولو ما بتلعبش في العاصمه تاخد طيران حربي واللعيبه تعمل الشنط مخدات وتنام، فكان السفر مرهق جدا. دلوقتي السفر ما بقاش مرهق، الملاعب اتحسنت، الاقامه اتحسنت، فما عندكش اي مبرر يمنعك ان انت تلعب كوره. حلو. طيب ادي تاني عامل. هو كمان بقى بيلعب عليك كوره، والدليل ان احنا يعني بلغتنا كده المصري عشنا وشفنا سان داونز بيكسب الاهلي 5. صحيح. خلاص. فهو بقى بيلعب عليك كوره بين قوسين، بس ظروف المباراه
ونكمل. ايه هي ظروف المباراه؟ ظروف المباراه انا بين قوسين لازم احط ان هي يعني كان في ظروف خارجه يعني مفيش مجال، وحضرتك اللي هتقول بعد شويه تمام واحنا نشرحها. خلي بالك انا مش يعني صعب ما بعرفش اجامل، بتكلم بكل صراحه. وانا على فكره انا عاوز بس اقول في البدايه انا الفتره اللي اشتغلتها في قناه النادي الاهلي بجد انا طالع منها كل الاحترام للمسؤولين من اول مجلس اداره النادي نفسه لاداره القناه، عمر ما في اي حد قال لي قول ايه وما تقولش صحيح. ايه او حتى بعد ما اقول حد قال لي انت ليه قلت كده ما كانش ليها لازمه صحيح. وده اللي بحترمه عشان كده لما كل المسؤولين من اول استاذ خالد توحيد الله يرحمه دكتور محمد العدل حتى الاستاذ ايمن كل ما حدش قال لي تقول ايه وانا ما تقولش ايه صحيح. عشان كده انت موجود هنا النهارده بصراحه بامانه صحيح. فهروح بقى لمباراة الأهلي والهلال. أنا كنت مستني بصراحة إن الأهلي يلعب على الفوز. أولا الهلال السوداني ما هواش فنيا ما هواش المنافس المرعب. طيب عشان ما ناخدش المشاهد من حتة لحتة، أنت قلت من التغيير العقلية من بس ما قلتش إلا عشان نوضح للناس. وبعدين نروح للهلال السوداني إلا إن أنا خلاص النهاردة كل مش عاوز أقول الرؤوس تساوت بس نوع من أنواع إن الرؤوس تساوت ودي ليها نقطة بغياب الجمهور بتاع النادي الأهلي اللي كان بيملى المدرجات الكسور اللي عندنا برافو عليك. الرؤوس تساوت إن كله بقى طمعان في كله خلاص كله بيلعب يعني زي ما قلت لك احنا عشنا وشفنا سان داونز بيكسب الأهلي 5 للأسف الترجي كسب الأهلي 3 والأهلي مالوش هجمة واحدة خطر على المرمى يا جماعة دي حقيقة أنت لازم يعني زي ما بنقول تحس بيها وتتوجع عشان تشتغل على نفسك وتتحسن وما تتكررش الحاجات دي تاني. فإذا لازم العقلية تتغير من اللي احنا قلنا عليه إلى أنا لازم ألعب على المكسب في كل أنت النادي الأهلي الندية ومفيش وما ارتكنش للتاريخ مظبوط مظبوط. انت لما تيجي تكلمني على الجروب ستيج الاهلي يفنش الجروب ستيج ما يكسبش ولا مباراه بره لا معلش اعذرني. لما تيجي تكلمني الموسم اللي فات الاهلي يخلص الجروب ستيج وما يكسبش ولا مباراه بره في مجموعه فيها سيمبا وشبيبه الثوره كان اللي كان بيشارك لاول مره في دوري ابطال افريقيا سيمبا وشبيبه الثوره والاعداد يفكرنا و في المجموعه السنه اللي فاتت انت ما كسبتش ولا سيمبا وشبيبه الثوره وحد خسرت المباراتين وتعادلت مع شبيبه الثوره. الحقيقه انه يعني الفتره اللي كانت مميزه في فتره مانويل جوزيه اللي احنا بنتمنى نلاقيها في فايلر انه كان مكسبه بيلعب على المكسب بره وجوه بره وجوه فده كان مميز جدا مميز جدا لمانويل جوزيه. دلوقتي احنا بنتمنى انه يكون مع فايلر هذا الموضوع. هي ده اول خطوه اللي هترجعك لمنصات التتويج اللي هي ايه؟ ان انت لازم ترجع هيبه النادي الاهلي تاني من جديد بره خلاص ليه؟ عشان ما تواجهش ان الترجي ينزل يبقى طمعان فيك علشان ما تخليش مثلا فرقه زي سان داونز تنزل تبقى بتجيب الاول والتاني والتالت وعادي جدا لا انا النادي الاهلي ليك هيبه في افريقيا ما ينفعش تخسر بالمنظر ده والهيبه تاتي من احترام المنافس بالتاكيد اللي هي إيه؟ انت عايز تقولها النديه احترامك ان انا العب المنافس تلعب كوره تلعب كوره وتلعب على المكسب دي عشان يبقى تكمله للي انت قلته اللي هي من الى ان انا لازم العب على المكسب في اي ظروف ده انت النادي الاهلي انا بالنسبه لي انا كنت بلعب في ناشئين الاهلي صحيح. انا احنا متربيين على كده اي حاجه غير المكسب انت فاشل احنا اتربينا على كده اي حاجه يعني لو خدت لو وصلت الفاينل وخسرته انت فاشل مفيش حاجه اسمها برافو ولا يعني انا دايما حتى بشبه اللي المانيا بالاهلي انت اي حاجه في المانيا غير المكسب البطوله او اللقب انت فاشل طب يا عم انا وصلت فاينل يعني انت فاشل ما انت يعني انت الاهلي او انت المانيا لازم تكسب لا شيء غير المكسب اللقب. الهلال السوداني الهلال السوداني وسيادتك كنت رايح داخل في انه المباراه تحديدا وشفتها ازاي بعد سلسله من المباريات الخارجيه اللي جمهور النادي الاهلي ما كانش راضي عنها زي ما قلت لك ما تخلي للمباراه دي قلت لك عاوز اعمل فلاش باك زي ما قلت لك للمباريات بتاعه المجموعه اوكي هستثني اول مباراه دي اللي ممكن اتفق فيها معاك ان في ظروف ان ايمن اشرف قدام النجم الساحلي يطرد في اول ربع ساعه وبتلعب فرقه ليها اسم برضو في افريقيا بطله البطوله قبل كده على حسابك في 2007 فاذا في استثناء وخاصة ان انت لعبت كورة حاولت تستحوذ وعملت هجمات اتفضل خلينا نتكلم على الهلال السوداني وماتش الهلال السوداني فنيا وتنظيميا بكل التفاصيل ولكن بعد هذا الفصل.
ورجعنا لكم مره ثانيه وتوقفنا قبل الفاصل مع مباراه الهلال السوداني، وانت شايفها ازاي بعد سلسله مباريات خارجيه للنادي الاهلي؟ الجمهور مش راضي قوي عنها خارجيا، لكن راضي في المجمل العام عن فايلر. طب هي كانت فيتا كلاب، النادي اللي احنا كنا بندور عليه. فيتا كلاب وسيمبا وشباب الثوره السنه اللي فاتت. شايف ان الشوط الاول كان في شخصيه للاهلي، شخصيه قويه جدا كمان، وبساعده بصراحه نزاهه الحكم اللي ما تخضش وما تاثرش باعتراض الهلال قبل المباراه على تعيينه. والدليل على كده ان الفاولات او العنف المفرط شويه من قبل لعيبه الهلال مع ايمن اشرف بالتحديد في اول ربع ساعه في الطرف الشمال، الراجل قابلها على طول ببطاقات صفراء. صحيح. فده ادى دافع للاهلي ان المباراه هتمشي بنزاهه، يعني هلعب كوره هاخد حقي. صحيح. الاهلي الشوط الاول كان كويس. كان في شخصيه، صحيح ملوش خطوره على المرمى، وبس بعيب شويه ان انت جالك حوالي ما يقرب من 6 الى 8 ضربات ثابته ما بين ركنيات وفاولات على الاطراف كتير قوي، وما تمش استخدامها افضل ما يكون. ولازم تبدا الاهلي، مع اني سبحان الله في بدايه الموسم لو فاكر الاهلي اصلا افتتح الاهداف مع ريني فايلر في السوبر المحلي بخداع جيد جدا من الضربات الثابته. على ما اتذكر كان اجاي سجل في السوبر. صحيح. من ضربه ركنيه لا قطع في القائم البعيد وحط على طول. صحيح. فغياب الضربات الثابته دي لازم الاهلي يرجع يسترد قوته في تنفيذها، لان التفاصيل الصغيره دي ممكن تخلص مباريات، خاصه انت داخل على مباريات الغلطه فيها ممكن تخلص بطوله. صحيح. الشوط الاول كان جيد طالما انت ممشي المباراه زي ما انت عاوز وفارض شخصيتك. الشناوي لم يختبر في الشوط الاول، يبقى كنت كويس. بدات الشوط الثاني بصوره جيده جدا، بجول مكرر، بجول ملعوب، في تحرك كويس جدا. صحيح. عمرو السولية دخل لجوه وحطها في ظهر المدافعين، اتلعب التاني لمحمد مجدي قفشه، حسين الشحات اعتقد اللي عملها. صحيح. وحطها محمد مجدي قفشه وسجلت جول. برضو كنت ممشي المباراه كويس جدا لحد التوقف. لحد التوقف حسيت ان في سنه عدم تهيئ او حاجه من الاثنين، انت اللي تختار بقى. يا اما عدم تهيئ نفسي للاجواء دي، يا اما الاهلي كان متهيئ نفسيا للاجواء بس ما كانش توقع انها توصل للمرحله دي. يعني بمعنى ان في ناس اثنين او ثلاث مشجعين للهلال نزلوا ارض الملعب. اعتقد مش ما اعرفش ايه الفرق بين الشرطه والجيش عندهم، بس اعتقد ده جيش نزلوا كلب نزل عشان يقابل الكلب امن، يعني عشان يامن يعني الامن عندهم، يخوف ان اللي هينزل يعني هنسيب عليه الكلاب البوليسيه. فالاجواء كان مبالغ، كراسي ترمت، ازايز ميه ترمت. ماشي، كراسي وازايز ميه ممكن نكون متعودين عليها، لكن افراد تنزل الملعب وكلاب تنزل الملعب وكلب ينزل الملعب وجيش ينزل الملعب. فحسيت ان الاهلي كان متوقع بس مش للدرجه دي. وبالتالي بعد بس تهيئه ايه اللي ممكن يعملها مدرب لكلب لاعب يشوف كلب؟ ده الواحد بيشوف كلب في الشارع بيخاف، يعني بيقعد نص ساعه على ما يقدر يستوعب الموضوع. ايه التهيئه اللي ممكن يعملها الجهاز الفني في حد زي دي؟ في امور كتيره، يعني انت لازم تلعب تحت اقصى ظروف ممكنه، خاصه ان الشحن بالظبط. ما عندناش جماهير، ما عندناش ضغط. بص يعني انت يعني اصل انا بشوف ده الاهلي. يعني انت الاهلي لازم تكسب تحت اي ظروف. ده قدر بالظبط، ده قدرك انت رقم واحد في البطوله، لان خلي بالك جزء من القدر انت بتواجهه ان اي فرقه في افريقيا امنيه حياتها تكسب الاهلي. صحيح. يعني في فرق مثلا مش على الخريطه بقت على الخريطه بسبب انها كسبت النادي الاهلي. يعني مثلا في الثمانينات لو تفتكر، او في اول التسعينات ان لم تخني الذاكره، ما كانش حد في الجزائر ابدا او في القاره يسمع عن فرقه في الجزائر اسمها وفاء سطيف. مره قبل كده خرجت النادي الاهلي في استاد القاهره بضربات ركلات ترجيح. ومن بعدها العالم في افريقيا كله سمع عن وفاء سطيف. يعني كنا زمان نسمع عن مولوديه وهران، كنت تسمع عن جيتي زوزو الجزائري، كنت تسمع عن اتحاد العاصمه، كنت تسمع عن الحاجات دي، لكن ما كنتش تسمع عن وفاء سطيف. بدا وفاء سطيف يعمل لنفسه تاريخ. هنروح بعيد ليه؟ جيما الاثيوبي. فريق الاثيوبي في بدايه السنه اللي فاتت كسب الاهلي باين 1-0. 1-0 صحيح. فين كنت تسمع عن مين؟ عن البن الاثيوبي، تسمع عن الجيش الاثيوبي، لكن مين جيما؟ بس ده تغير فرق، يعني تغير فرق. ما يعني المهم انه في انه اي فريق بيلعب النادي الاهلي
بيلعب على المكسب. حتى الفيديوهات التحريضيه اللي كانت قبل المباراه قال لك انا عايز اكسب الاهلي، ما يهمنيش اي حاجه بعد كده. ما هو ده، هو ده قدرك، ان انت لما هو في تسميع في الكره اكتر من ان انا اكسب وحش الكره. لا طبعا. الكبير بتاع الكره. لا طبعا. بس هو لو مثلا اي فرقه من الصغيرين اللي احنا قلناهم لو كسب فرقه صغيره زيه النتيجه هتشدك، هتتوقف عندها؟ لا مش هتتوقف عندها. لا. بس عشان هو كسب الاهلي فبتتوقف عندها. صحيح. بس فده قدرك، انت لازم تواجه الموضوع ده. تقييم، هنرجع تاني للمباراه. صحيح. المباراه خلاص بعد فنيا اتكلمنا على الاجواء، فنيا بعد التوقف حسيت ان الهلال لعب الكل في الكل، خلاص لعب على مبدا يا صابت يا خابت. فتح خطوطه، والدليل على كده ان انت ضارب الدفاع عندهم بتمريره من نص الملعب بانفراد لكهربا. صحيح. برضو وبلوم عليه شويه في الحته ان اولا كهربا لعيب دولي، لعيب كبير، راح كاس عالم. صحيح. احترف في اوروبا، احترف في البرتغال، احترف في سويسرا، لعب في دوري اقوى من الدوري المصري، الدوري السعودي، لعيب اتدفع فيه ملايين. فهو لازم يبقى فاهم ان كوره زي دي يعني هو عليه انه يحمد ربنا انها جت والدنيا امان وان المباراه ما اتكهربتش بعد كده. لكن هو لازم يفهم ان كوره زي دي ممكن تجي لك في ادوار النوك اوتس، تبقى انت في عرض الكوره زي دي لازم تخلص. هو ده اللي انا بقول لك عليه، ان لعيبه الاهلي لازم تتعود تخلص. حلو المباراه جدا. بس كهربا ما ينفعش ناخده بمعزل عن انه لسه جاي وحاطط ضغط التوقف، ثم كهربا نفسه عايز ياخد اللقطه الاولى بتاعه التوفيق مع النادي الاهلي، كان عايز ياخدها بشكل يعني يديله اريحيه انه يبقى حاجه كويسه قوي. ليه البدايه بتاعته كانت اكتر من كده؟ توفيق فين؟ دي البدايه بتاعته كانت مع المباراه اللي الاهلي تعادلها هناك 1-1 في زيمبابوي. صحيح. امام لسه ما خدش اللقطه مع الجماهير اللي هو كهربا بيدور عليها. قد يكون في اللقطه دي مع ضغط التوقف، مع الكلاب اللي انت قلت عليها، الكلاب البوليسيه، مع الجماهير، مع الحاجات اللي بتطرد، ده غصب عنه طبعا. لكن طبعا يعني ما فيش عذر ان الكوره زي دي تضيع. يعني نزل في مباراة هناك في زيمبابوي في ما بين الشوطين. صحيح. نزل عمل اول ربع ساعه في الشوط الثاني في منتهى الروعه. هو صحيح ضيع واحده من على خط السته وحطها فوق، لكن بعديها على طول هو اللي صنع الجول. صحيح. لو تفتكر هو اللي شاط وقعت من ايد الجول، مروان قام واخدها وساحبها بنعل الجزمه ومطلع الجول على الفاضي وحط بالظبط. فاذا كهربا كان ليه تاثير اول لما نزل. في مباراه طنطا نزل كان ليه تاثير كبير. اهي اللقطه بتاعت مروان محسن دي برضو رجعته قوي. مظبوط. رجعته قوي بالتوفيق. هنا تقول لي مروان محتاجها، اقول لك محتاجها. لكن كهربا يعني كهربا عنده ثقه اكبر من 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 مروان في الفتره الاخيره. طيب اللي تتفق لعيبه دوليه طبعا. طيب تتفق بقى ان مباراه الهلال كانت تتويج بدايه الريتم طالع ولا نازل؟ بص انا اللي ما عجبنيش، عشان بصراحه انا صريح، انا اللي ما عجبنيش في مباراه الهلال، مع احترامي الكبير للهلال السوداني، بس يا اهلي مش الهلال السوداني اللي يلعب كوره 10 دقائق بس يربكك كده بعد التوقف. دي وجهه نظري. وما بين قوسين الظروف. دي وجهه نظري. طبعا. لان دايما بص يا جماعه، هو انا لا سمح الله بقلل من النادي الاهلي؟ لا طبعا. انت لو ركزت في مضمون الكلام، مضمون الكلام يعني ان الاهلي ده كبير قوي. صحيح. جدا. مش جدا. مش الهلال اللي يلعب 10 دقائق يربكك كده ويخليك قاعد خايف لا يجيبوا الجول الثاني والاهلي يروح. طيب. بس. خلينا بقى نروح بقى احنا خدنا ارضيه للي جاي. مظبوط. من هو الانسب لمواجهه الاهلي الفتره القادمه؟ مع التاكيد انه البطل يقابل اي حد، لكن انه فريق افضل النادي الاهلي مواجهته في الدور الثامن؟ سان داونز. ليه؟ طيب واحده واحده، انت عندك ثلاث احتمالات. تيبي مازيمبي، الترجي التونسي، سان داونز. صحيح. تيبي مازيمبي لو الاهلي كان هيلعب العوده هنا في مصر كنت هقول لك تيبي مازيمبي بدون اي تفكير. لكن العوده هناك لا. واحد، النجيل صناعي. اتنين، الاجواء الجماهير، هتلعب فول كاباستي، الاستاد متقفل على اخره. ومش بس جمهور، ملعب تيبي مازيمبي عامل زي ملاعب الدوري الانجليزي. قريب قوي. لسه هقول لك، يعني ممكن وانت بترمي اوت يطبطب لك على ظهرك عادي. او ما احنا ما بنقولش ان هم عناف ولا لا، الجمهور مسالم وكل حاجه، بس لعيبه الاهلي مش متهيئه قوي للموضوع ده. ثلاثة، الله أعلم، إن بعض الظن اسمه، بس يعني يتقال لك إن الراجل بتاعهم واصل. كفاية إن إنفانتينو راح له بنفسه وما عملهاش. هو سابهم فترة ولسه راجع. مظبوط. كان لسه حاضر مباراة هناك بنفسه في افتتاح تجديد ملعب أو حاجة، أو عفوا مرور كام سنة على النادي، فراح له. فده يعكس لك إن الراجل باورفول قوي، عنده قوة
فابعد عنهم في العوده. لو العوده كانت هنا كنت هقول لك تي بي مازيمبي، ادي مازيمبي. الترجي، الترجي صحيح رحل عنه اهم اثنين لعيبه، سواء انيس البدري او يوسف البلايلي، لكن الترجي محطوط على التراك بقاله فتره. معين الشعباني اثبت ان هو مدرب صغير في السن ومدرب جيد جدا وابن النادي، وحط النادي على تراك انه اللي هو ريني فايلر عمله محليا. انا باي لعيبه هلعب. هقول لك على حاجه، الاهلي لو لعب الدوري المحلي بالاحتياطي الدوري الاهلي هيكسب الدوري. اشمعنى؟ لان هو ده اللي انا بقوله، اللي اتمنى ان انا اشوفه من ريني فايلر على افريقيا. طبعا في فرق طبعا شاسع ما بين الكومبيتيشن هنا وهنا، محليا وافريقيا. انت محليا، انت عشان بس الجمهور الاهلي ما يحسدش ما يقولكش انت جاي تقر علينا في بيتنا، الاهلي بيضرب هيفي سكور في اي حد. الاتحاد السكندري انت كنت مقابله اعتقد كان الثاني او الثالث على الدوري، كسبته 4. قابلت الجونه هناك كسبت 3 ولا 4، ماشي كويس قوي. والجونه كان وقتها ماشي كويس قوي. كسبت 3 او 4. طنطا كسبت 5. كله هيفي سكور هيفي سكور هيفي سكور، وباي لعيبه بتلعب. رمضان بيقعد مفيش اي مشاكل خالص، اجايبي يروح في الطرف الشمال، جيرالدو يلعب مكان حسين، حسين يدخل جوه. طيب مجدي هنروح للدوري عشان يبقى احنا ماشيين يعني تركه تركه، نروح على عايز الانسب. كملي سان داونز ليه؟ كويس انك رجعت النقطه دي. الترجي ابعد عنه خالص دلوقتي، بلاش تقابل الترجي دلوقتي. رغم ان انت النادي الاهلي، بس انت النادي الاهلي، انت اللي حطيت نفسك في موقف انك هتلعب العوده بره. فبلاش تكرر اول مباراه بره ارضك بعد الهلال تكون مع نادي عربي عندك حساسيه برضو معاه. هيكون هيشحنوا الجماهير وهيبقوا عاوزين ياكدوا تفوقهم على الانديه المصريه. تمام. فابعد برضو عن النادي العربي، خاصه ان زي ما قلت لك العوده بره القاهره. فقدامك ايه؟ سان داونز. صحيح. ضيف عليها بقى ليه سان داونز. اتمنى ان اول لما تتعمل القرعه ويطلع لك سان داونز هو اللي في مواجهه النادي الاهلي، لعيبه الاهلي بقى الغيره بتاعتها تطلع. الريفنج زي ما بيقولوا الانجليز او الانتقام يطلع. الاستفزاز بقى، تستفز قدراتك، تثبت ان مباراه الخمسه دي كانت ليها ظروف بقى ملهاش ظروف، كانت مع مدير فني. طبعا تمام. اذا كنا لسه بنتكلم بنقول يعني صحيح. الاجواء في صحيح. خرجت عن النص شويه، بس فاكيد الانتقام في وده حق صحيح. مشروع طبعا طبعا حق مشروع ان انا عاوز اكسبك زي ما كسبتني. ف خاصة ان انا شايف ان الافارقة بيبقوا ودولة كمان زي جنوب افريقيا تقدر تقول متحضرين ونظموا كاس عالم جدا. فلما يبقى العودة هناك الاكثر رغم ان خلي بالك رغم ان سان داونز ممكن يكون اقوى من مازيمبي ومن الترجي فنيا، بس هو اللي هتعرف تتعامل معاه. طيب في الاجواء بتاعتك. وسان داونز انت بتكمل عشان تكملي سان داونز. مدرب سان داونز النهارده قال تصريح، موسيماني مدرب كويس جدا خلي بالك. سمعت تصريحه النهارده؟ لا. قال انا بحب الاعب فرق شمال افريقيا. ليه يا عم موسيماني؟ قال لك عشان فرق شمال افريقيا دي بتقعد ما بتجريش على الكوره، انا بركز بثبت لعيبتي في اماكنها واخلي لعيبه شمال افريقيا تايهه، فبعرف اكسبهم بسهوله. تصريح فيه شيء من ال عاوز تقول التعالي شويه على فرق شمال افريقيا. بص هو تقدر تقول يعني ممكن يكون في نوع من انواع التعالي، ممكن يكون في انواع من انواع الثقه المفرطه. ممكن يكون واحد تاني الطرف التاني بص للموضوع بعين الطرف التاني اللي هو بيشجع سان داونز. ممكن يقول لك الراجل عنده حق، الراجل قابل الاهلي كسب الاهلي 5 وخسر منه 1. مظبوط. طيب قبليها اكبر فرقتين في مصر كسب الزمالك 3 في ذهاب نهائي دوري الابطال، وجه في برج العرب خسر 1-0 بستانلي. يبقى متفوق عليك، متفوق على قطبي الكره المصريه اللي هي اكبر دوله في كره القدم في افريقيا. شمال افريقيا. ليه ايه اللي ما يخلينيش اقول كده؟ فزي ما بقول لك من الاسباب بقى. والملعب كمان بتاع سان داونز ملاعب زينا بعيده شويه عن مزبوط. بعيده فيها تراك. المباراه بتاعت السنه اللي فاتت الاستاد كبير مش زي تيبي مازيمبي خالص. تيبي مازيمبي بقول لك الجمهور لو مد ايده ممكن يلمس اللعيبه. بمناسبه دايما ملعب مازيمبي فيه خطوط عرضيه وطوليه، اعتقد اتشالت السنه دي، اتشالت المره اللي فاتت لانهم كانوا بيبقوا عاملينها عن جيل صناعي للفرق الناشئين اللي بتلعب بالعرض.
نص يعني الملعب أيوة بيبقى كده مثلا صحيح. بيقسموا الملعب عشان يلعبوا بالعرض صحيح. زي البراعم والحاجات دي في مصر تمام. اعتقد شالوها تمام. اعتقد الموسم ده انا اتفرجت على مباراه الزمالك وتيبي مازيمبي كانوا مع بعض في المجموعه اعتقد اتشالت. طيب هل لديك اقوال اخرى في صن داونز؟ لا فعشان كده شايف ان هو الانسب للنادي الاهلي الانسب حتى مع هذا الغرور والتعالي. اتمنى ان الغرور والتعالي اللي انت بتتكلم عليه ده يستفز لعيبه النادي الاهلي اكتر واكتر. طيب نروح وخلي بالك بقى لو وقعت مع صن داونز عاوز احس بدور ولاد النادي زي فاهمني أكثر. لازم يكون عند مثلا رمضان صبحي بحكم ان هو الغيره الـ 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 الاقرب انه هو يبدا لو جاهز ان شاء الله يعني اسهل حاجه عليا اقول لك حسام عاشور بس هو مش في الصوره في الفتره الاخيره فاللي هيبقى في الملعب لازم احس بدور ولاد النادي اللي عندهم غيره اللي يعني عارف اللي هو يفوقوا اللعيبه حسام حتى وحسام وشريف والناس دي من بره ويزقوا طبعا حتى دورهم من بره الملعب صحيح. اكيد طبعا ليهم دور من بره الملعب لكن ولاد النادي لازم يبقى عندهم محمد هاني رغم ان هو صغير في السن بس من ابن النادي اكيد سعد سمير وهو مصاب هيبقى ليه دور اكيد كل الناس دي هتحفز بعض بس صحيح. اللي في الملعب حاجه ثانيه خالص يعني مثلا عشان اقول لك ليه انا مسكت رمضان علشان عاوز اشوف اللي رمضان صبحي عمله كليدر لمنتخب مصر الاولمبي اشوفه مع الاهلي كمان بس حلو. طيب نروح للنادي الاهلي ونروح للدوري المصري يلا بينا قطعتك انا بقى في الدوري المصري شويه يلا بينا انا عشان نبقى منظمين شايف ان الاهلي ماشي ازاي لا عشان اللي حصلني يكسرني ما شاء الله عشان الجمهور بس ما يقولكش انت جاي تقر عليه الاهلي في حته ثانيه خالص يا جماعه في كل حاجه مجلس اداره ما بيتكلمش مع عمري ما نفسي اشوف صوره مع لاي حد في مجلس الاداره مع الجهاز الفني يعني حتى من كتر ما هم مريحين انا اعتقد ان لم تخني الذاكره دي اول مره في تاريخ النادي الاهلي اشوف مدرب حراس مرمى اجنبي صح صحيح طيب وبالمناسبه نتيجته بانت الشناوي ما شاء الله عامل كده طالع صحيح ليه هفوه في الماتش بتاع الهلال طلع قدرها صح بس اول غلطه ليه من فتره زمنيه طويله جدا او يمكن اول غلطه ليه في الموسم بامانه يعني سواء افريقيا او محليا فالمجلس الاداره موفر للجهاز كل اللي هو عاوزه تمام. صلاحيات زي ما هو عاوز مش عاجبك صالح جمعه حاضر هنطلعه اقرا حاضر صلاح محسن هنطلعه اقرا حاضر عاوز كهربا حاضر عاوز فرويد هجيب لك اليو باجي حاضر فاذا مناخ وده معروف طول عمر مجالس اداره النادي الاهلي ما حدش بيتكلم في النواحي الفنيه تمام كجهاز فني شغله باين بصراحه محليا شغله باين لكن افريقيا زي ما قلت لك انا بعتبر الاهلي طب ايه اللي مانع هو جايب عقليه مختلفه هو فيقدر مش عقليه المصريين مش عقليه بره وجوه مظبوط ايه اللي مانع انه هذا الفكر هو باين كويس قوي جوه يبقى بره زي جوه في امور كتيره جدا عشان ما اعملكش ان انا على درايه بكل حاجه عشان ما نفتيش بس في حاجه بس لسه الراجل برضو بيستكشف يعني سهل جدا لما مثلا حد يقول له احنا هنقابل المقاولين العرب سهل جدا تفرجوا على اكتر من مباراه هو بنفسه عامل كده حاطط القنوات يتفرج على المقاولين العرب سهل جدا لكن لما مثلا تيجي تقول له انا هقابل النجم الساحلي او بيبقى قبل مباراة النجم الساحلي ممكن يكون متفرج على مباراة أو مباراتين آخر مباراة أو مباراتين للنجم الساحلي ما اتفرجش عليهم كتير ممكن أنا بقول وارد أنا بقول عشان ما بقولكش إن أنا على دراية كاملة وعارف لك كل عارف كل حاجة ممكن يكون أمر طبيعي إنه لسه بيستكشف الكرة في أفريقيا لسه ممكن يكون مش مدرك حجم أو قيمة أو اسم النادي الأهلي في أفريقيا كل دي أمور واردة ممكن يكون برضو بعض اللاعبين لسه ما بيتمتعوش بقوه الشخصيه في القاره وهو في افريقيا زي ما هو ما متمتعين بيها محليا يعني زي ما قلت لك الاهلي ما شاء الله زي القطر في محليا تمام بس قاريا في بعض اللعيبه شويه لسه بيبني شخصيتهم بره بيبني ممكن. شخصيتهم من الداخل للخارج اقول لك على حاجه وربنا يستر طيب لسه لغايه دلوقتي محمد هاني ما اقنعنيش افريقيا يعني انا لو في المباراه اللي فاتت بعد المباراه اللي فاتت لا احمد فتحي عنده شخصيه في افريقيا اكتر من محمد هاني رغم ان محمد هاني اعلى من احمد فتحي كتير هجوميا والكروس بتاعه صحيح. احسن ومهريا احسن من احمد فتحي لكن فتحي شخصيه يبقى ما قداش افريقيا زي ما هي امكانياته شكرا ده اللي انت قلته ما قداش بس ما طلعش لسه امكانياته محمد هاني هنا بيلعب بثقه كبيره جدا محمد هاني ممكن يروح على اي باك ليفت في مصر ويرقصه ويديله كباري ويلف بيه ويعمل كروس ويعمل ليه ما بشوفش الكلام ده هاني في افريقيا
اكيد مش على طول خط تعليمات. تمام. والدليل على كده ان ايمن اشرف في المباراه اللي فاتت في اول ربع ساعه وصل 3 4 مرات لغايه الرايه، والناس استخدمت معاها عنف مفرط. صحيح. فاذا ما فيش تعليمات ان الفول باكس بتوعك او الباكين اللي على الاطراف يقفوا. مظبوط. طيب لسه برضو ما حسيتش بحسين الشحات افريقيا. لسه يعني مقتنع تيجي خطوات مع مع, مع وانت يا جماعه على فكره كلمه لسه طالع ولا مش طالع، كلمه لسه دي اركن كل اللي فات ده ومرحله الجروب ستيج. ممكن الاهلي يظهر بشكل تاني واداء تاني خالص. صحيح. في ادوار الدور الثمانيه ولا ودي سمه من سمات من سمات الفريق اللي بيلعب على بطوله طبعا شخصيته الحقيقيه بقى بتظهر خلاص، اللي هو يعني طبعا ما فيش يعني زي ما بنقول في الكوره يا قاتل يا مقتول، بس يعني يا هتكمل يا هتروح فشخصيتك لازم تظهر. طيب 36 نقطه وعندنا ماتش بيراميدز اللي جاي، شايفه ازاي؟ شايف الاهلي في حته تانية خالص محليا، ما يهمنيش حتى لو كان بيراميدز. محليا الاهلي بيأدي بصوره جيده جدا رائعه. الراجل عامل فيه شغل باين محليا لسه ما بانش افريقيا، عشان أأكد لك في تحركات من غير كوره، اول نجاح لمارتن لاسارتي التحرك من غير كوره، تضييق لاسارتي طبعا تضييق مساحه اللعب في الحاله الهجوميه. دي نقطه مهمه جدا كنت بتكلم فيها مع اسلام في الاستوديو الموسم اللي فات. كانت نقطه بالنسبه لي كارثيه مع مارتن لاسارتي. الاهلي كان بيلعب في مساحه من 60 الى 80 متر وبالتالي خطوط لعيبه النادي الاهلي بعيده جدا عن بعض، ولذلك كان معظم هجمات الاهلي كانت تيجي من عن طريق الهجمات المرتده. يعني مثلا افكرك بجول لو فاكر بجول الاتحاد السكندري الماتش اللي كان مع عقرب اللي رمضان فات فيه من الطرف الشمال واحد والتاني والتالت وقام قاطم لجوه مصلحها اعتقد لصالح جمعه، نزل جاب الجول التاني على ما اتذكر اللي لم تخني الذاكره يعني من هجمه مرتده. ليه؟ لانك موسع مساحه اللعب بتاعه الملعب من 60 الى 80 متر. لا لعيبه النادي الاهلي بقت قريبه دلوقتي جدا من بعض، بتقفل وتطلع مع بعض وترجع مع بعض، علشان كده ايه الاهلي مستحوذ على الكوره. هو مين اللي صنع الجول الماتش اللي فات البدايه؟ عمرو السوليه قريب محطوط تغيير في مستوى عمرو السوليه طالع بسرعه الصاروخ هايل بصراحه، مع الراجل عامل شغل كويس قوي هايل وكان في برضو بعض المخاوف انه كان بدا يتاقلم مع حمدي فتحي فلما حمدي اتصاب وربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله كان في مخاوف انه لما يدخل له واحد ما يبقاش فيه نفس الانسجام قوي ما بينهم. لا في طب وايمن اشرف مصر كلها قالت نازل ليه نازل ليه، وحتى المعلق نازل وفي الاخر سلم وقال لك كلنا سلمنا ان الراجل ده عارف ايه امكانيات الماتش وايه ماشي عارف منه. بتتكلم على لعيب دولي ما هي دي النقطه يا جماعه، انت بتتكلم على لعيب دولي. ايمن اشرف لعيب في منتخب مصر، لا مش ايمن اشرف كان في الامم الافريقيه اللي فاتت. طيب يعني اذا انت بتتكلم على لعيب في منتخب مصر فخلاص يعني ما اعتقدش ان، بالعكس ده ايمن اشرف من اكتر الناس اللي كانت في المباراه عندها شخصيه. صحيح. هو لو ما كانش عنده شخصيه كان هيروح اكتر من مره واثنين. عارف ايمن اشرف لو لعيب جبان بعد بلغه الكوره كده احنا في الملعب بنسميها لبعض بنسميها مع بعض كده انا دبحت لك القطه. يعني لو انا مدافع وانت مهاجم معروف عنك انك مهاري ومقلق ممكن ادي لك واحده من الاول كده اللي هو ايه هتقعد تشتغل بالمهاره كل لعبي هيبقى ضرب فتخاف تبدا تلعب من بعيد لبعيد. يبقى انا نجحت في ايه؟ ان انت لعيب مهاري خليتك تتنازل عن اهم سلاح ليك اللي هو المهاره، خوفتك خلاص. لكن ايمن اشرف راح اتضرب في واحده، راح تاني اتضرب في واحده اعنف، راح تالت فايمن اشرف عنده ثقه طبعا، لعيب كبير وبيلعب سنتر باك وبيلعب باك ليفت. طيب بالمناسبه سموحه ومصر المصه 1-1 وفي حدث النهارده يعتبر تاريخي، بعتقد ان المره الاولى بيحصل في الدوري المصري. ايه هو؟ اللي هو ايمانويل ايمونيكي بيدرب الفريق خلاص رسمي تمام. اول مباراه ليه، هل تعتقد ده انه نقله في الفكره اللي انت كنت بتتكلم فيه انه افريقيا انا محتاج اتعامل مع الناس دي مش بغرور او بهذا المنطق؟ يعني احنا عندنا مدرب دلوقتي موجود في للمره الاولى انه مدرب صاحب بشره سوداء من افريقيا بيدرب في مصر، تعتقد ده شايف ده ازاي؟ شايف ان دي حاجه ايجابيه. الاحتراف لازم يتطبق كله بكل معاييره، لازم يتاخد باكج. يعني كان لو تفتكر كده من حوالي من 8 الى 10 مواسم كانوا بيناقشوا او يمكن اتفعلت فعلا ان ممنوع تجيب حارس مرمى من بره. صحيح. مين اللي قال كده يا جماعه؟ هو انت يعني اسف في الكلمه، هو الاحتراف ده ثبت فاكهه
انت بتنقي منه اللي عاجبك وبترمي فيه اللي مش عاجبك؟ لا طبعا، هو الاحتراف بيتاخد ككله كباكج. يعني هي انجلترا مثلا بتيجي تقول لك انا مش عاوزه حراس مرمى مثلا من بره، ارسنال حارسه الماني، ليفربول حارسه برازيلي، مان سيتي برازيلي، هتيجي توتنهام فرنساوي اوجو لوريس. هتلاقي ان معظم انا لازم انتهز معاك الفرصه دي ونتكلم عالميا شويه في الاخر كده، وهتكلم وتحديدا في هذه الفرق. يعني ما تلاقيش من انجلترا مثلا 2-3 في كل فريق، ومع ذلك دوري قوي ومنتخب قوي يعني. طيب نروح لتصريحات رئيس الاتحاد الدولي اللي قال فيها، وده هربطه مع الحكم الجيد اللي هو كان اسمه جيد وهو كان جيد في المباراة، انه عايز يخلي فيه 20 حكم محترف يحترفوا في اوروبا عشان ينعكس بالايجاب على الكرة الافريقية. هل ترى انه بيشير الى علامات استفهام كبيرة حوالين التحكيم في افريقيا؟ بص، الموضوع التحكيم عليه علامات استفهام في افريقيا دي يعني مش وليدة امبارح، بقالنا سنين طويلة. ولو تفتكر كان الكلام ده كان بيساعد، يعني اللي كان بيساهم في الموضوع ده ان ما كانش فيه مباريات بتتنقل كلها. يعني على ما اتذكر مثلا الاهلي مره قبل كده خسر فاينل افريقيا اعتقد قدام افريكا سبور الايفواري، ان لم تخني الذاكره كان في 91 على ما اعتقد افريكا سبور، كان ناجي جويني اللي بيحكم المباراه، واعتقد طرد 2 لعيبه من النادي الاهلي على ما اتذكر. المباراه ما اتذاعتش في مصر انا فاكر، وكان زمان يستنى الشريط لما يجي مع البعثه صحيح. ويتعرض وممكن ما يبقاش كله حاجات زي كده. فانت اللي مساهم في الموضوع ده ايه؟ ان انت مش شايف كل حاجه بعينيك. فلما اتكشف الموضوع وبقى كل حاجه بقى قدامك، هو في اكتر من السنه اللي فاتت محمد، يعني السنه اللي فاتت فاينل يعني. طب انت جاي الفار ليه؟ يعني انتوا جايبين الفار ليه؟ اي واتفتح ان ملف كمان ان ساعه الماتش اللي هو 3 اللي هو الترجي والاهلي كان في فار، وبس اللي ما ساعدش على الموضوع ده ان الاهلي ملوش اي حاجه تستدعي ان انت والنتيجه لغايه دلوقتي لسه الترجي والوداد، وفي الاخر اللجنه هي اللي بتحكم. علشان كده بقول لك فموضوع التصريح ده بالنسبه لي مش مفاجاه، طول عمر التحكيم في افريقيا عليه علامات استفهام. موضوع بقى الاتحاد الافريقي ده باب طويل عريض. من وجهه نظري الشخصيه ان الاتحاد الدولي هو اللي بيدير طبعا الاتحاد الافريقي، يعني الاوامر، يعني مش حتى يعني انا مثلا لاني المفروض انت اضرب قارتك. فلو انا عندي حاجه الا لو امور فنيه او امور تحكيميه، دي بتبقى عامله زي تعليمات لازم تنفذها، يعني تعديل في قانون اللعبه انت لازم تنفذها وتعدل. امور فنيه، امور حاجات زي كده، انا بدي لك حاجه عاوز تاخد بيها خد بيها، مش عاوز تاخد بيها انت الادرى بالكوره عندك في قارتك. انما كانت تصريحاته مثيره للجدل. يعني مثلا عمرك سمعت ان الاتحاد الدولي بيفرض حاجه على الاتحاد الاوروبي؟ لا. الفيفا مثلا بيفرض على اليويفا ند، بس ند بس، لانه يعني ومثلا انفانتينو، يعني انفانتينو راجل معروف بتعصبه الاعمى للانتر، ما بيشجع الانتر من هو صغير، عمره ميز الانتر. طب ما الانتر خرج اهو من الجروب ستيج في دوري ابطال اوروبا، ما يعني ما يقدرش بقى والنبي يا جماعه وصلوا لي الانتر باي طريقه، ما يقدرش. تكمله يعني لكلامك، انه توقع الكتير انه احمد يرد في نفس الندوه اللي هو موجود فيها على هذه التصريحات اللي كانت منها انه يجب على الاتحاد الافريقي انه يلعب كاس الامم الافريقيه كل 4 سنوات بدل كل سنتين. شايفها ازاي برضو؟ ما هو ده بقى اللي انا بكلمك عليه. يعني انت ينفع انت كانك بتدي له امر صحيح. انت يعني انت ضربت بكل انت ضربت بتاريخ البطوله، تسويق البطوله، اللعبه في القاره، انت كان ما اهتمتش باي حاجه من الحاجات دي خالص. يعني استدعيه، اتكلم معاه، ابعت له ناس، طب ايه رايك، طب لو عملنا، طب نظبط المواعيد، طب نعمل. انت بتقول له العبها كل 4 سنين صحيح. التصريح نفسه يجب على، شفت، يجب مش مثلا من الافضل على الكاف مراجعه توقيت مش عارف ايه. زي ما قلت لك، هي انت بتدي له الفكره او وكانك يا سيدي بتطلب الطلب، بس بصوره زي ما بقول ايه، مهذبه شويه، بصوره، لكن تقول له يجب على. ابسط حاجه، لو انا مكان احمد، لو انا راجل ما بخافش، ابسط حاجه والله العظيم ما بهزرش، تعالى انت حضرتك دير الكره في افريقيا، او هيرد او نرد. عشان كده انا قلت لك لو هو راجل ما بيخافش،
يقول له لا انت انت الاتحاد الدولي انا اللي ادرى بقارتي، في عقود حضرتك مثلا ممنوعه، يعني شركه الراعي مثلا لدوري ابطال افريقيا مثلا هي نفس الراعي لدوري لامم افريقيا، خلاص انت كاتحاد دولي تعرف انا ماضي معاها كام سنه مثلا، صح. بتديني كام سنه وهي حاطه شروطها ان اعلاني ينزل مثلا كل سنتين في بطوله. طب انت حضرتك لما تيجي تجبرني كل اربعه هتعوضني على الخسائر الماديه اللي انا هخسرها؟ فابسط حاجه تعال انت دير. طيب شايف ازاي كاس الامم الافريقيه ترجع تاني للميعاد الاولاني ليها في وسط الموسم؟ كانت راحت اخر الموسم وبالتالي حصل انفراجة كبيرة جدا في الدوريات الكبرى اللي بتعتمد على لعيبة افريقية كبيرة، منهم لاعبنا الكبير محمد صلاح وساديو ماني على سبيل المثال. شايف ازاي عودة كأس الأمم الأفريقية لنص الموسم؟ طيب هناقش القرار ده من حتتين، حتة هو القرار كويس، أنا بالنسبة لي كويس. ليه؟ بالنسبة لي كويس لأنه خلاص في نهاية موسم بيبقى في الصيف، الأول جرى العرف إنها كانت بتتلعب في يناير وفبراير الأمم الأفريقية. اتغيرت بقت في الصيف. صحيح ان القاره الافريقيه بعض الدول او معظم الدول بيبقى حر شويه، لكن شفنا الكلام ده برضو بيحصل مثلا في البرازيل 2014 كان في المنتخبات بيوقفوا لها عشان 3 دقائق ياخدوا بس نفسهم ويشربوا ميه ويرجعوا تاني. هي هترجع تاني ليناير. مظبوط، لان علميا ثبت ان الموضوع ده اللعيب في حاجه لحاجه زي كده، سوائل ومحتاج لحاجات زي كده. فمن الجانب اللي عاجبني القرار عاجبني القرار، لكن من الجانب الثاني هو نفس الاطار اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان الكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم خضع لضغوط المدربين بتوع الانديه الكبيره في اوروبا بالظبط، خلاك اجبرك انك تغير البطوله الام او البطوله الاكبر عندك وتغير وتعدل في ميعادها. يعني انت النهارده عندك مثلا لما تيجي محمد صلاح نجمنا مثلا، لما تروح ليورجن كلوب وتقول له الامم الافريقيه في يناير زي دلوقتي وفبراير البيريد بتاعتها في الفتره دي، طيب لما تاخد منه محمد صلاح تاخد منه ساديو ماني تاخد منه نبي كايتا وتاخد منه لا قول جويل ماتيب خلاص ما بقاش بيروح مع الكاميرون تاخد منه نبي كايتا ومحمد صلاح افندم مستوى كويس قوي ممكن يروح، يعني معرض انه يروح مثلا لما تاخد منه الثلاث لعيبه دول ده في كل المراكز يسمع على كده كله بالظبط، اي مدرب هيقول لك لا طبعا، خاصه ان انت داخل بالنسبه له هو على داخل على فبراير بدا اللي فيه عوده الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا. يسعى هيلاعب مين مثلا؟ اتلتيكو مدريد، طيب دييجو سيميوني، هيقول لك توماس بارتي لاعب الارتكاز بتاع نص الملعب بتاع غانا هيتاخد. فاذا المدربين كل طبعا ناهيك بقى ان فرنسا يعني الدوري الفرنسي لسه هقول لك الدوري الفرنسي حدث ولا حرج، ممكن تبقى فرقه واحده في 5-6 لعيبه اساسيين في كل فرقه من افريقيا. فاذا انت كاتحاد افريقي بدات خضعت لضغوط المدربين اللي بلغوا استيائهم من حرمانهم من لعيبتهم الافريقيه، بلغوا استيائهم للاتحاد الاوروبي، وبالتالي الاتحاد الاوروبي الله اعلم يا بلغك انت بصوره مباشره يا اما بلغ الاتحاد الدولي والاتحاد الدولي بلغك. صحيح. فاذا انت خضعت للضغوط بتاعه الكره في اوروبا. عاجبني القرار لكن انت خضعت للطلبات. عاجبك القرار ان هترجع ليناير ولا عاجبك؟ لا عاجبني القرار ان هو تفضل في الصيف بس حتى لو في حرب. ما انا بقول لك يعني قصدي لما اتعملت في 2019 اتعملت في الصيف رغم ان كان الجو حر، لكن انا كان عاجبني بصراحه. نروح اوروبيا بقى، يلا بينا. محمد صلاح وليفربول للمره الاولى في هذا التوقيت من الدوري الانجليزي يوصل الفارق ل 22 نقطه، و يعني متوقع لو مشي بهذا محتاج 18 نقطه بس طبقا للترتيب دلوقتي محتاج 18 نقطه، يعني متوقع انه يعدي ال 100 في دوري فوق ال 100. شايف الموضوع ده ازاي؟ طيب شايف ان الموضوع ده طالما احنا هنا بقى في قناه النادي الاهلي، انا شايف ان الاهلي فيه تشابه شويه مع ليفربول. الاهلي محليا ليه فيه تشابه كبير؟ السنه اللي فاتت كنت اقول لك قاريا، لان لو فاكر ليفربول لما كسب البطوله السنه اللي فاتت كان مهدد انه يطلع من دور المجموعات. طيب. لو تفتكر كان معاه نابولي وباريس سان جيرمان وفضل التاهل واعتقد كان ريد ستار وهدف صلاح، ففضل التأهل متعلق لغاية آخر مباراة. صحيح. السنة دي في تشابه كبير جدا ما بين ليفربول والأهلي محليا، عشان مش هغير رأيي محليا. ريني فايلر بيلعب أي لعيبة في النادي الأهلي بتنزل تنفذ اللي هو طالبه بالنص، وتحس إن اللعيب اللي بينزل كبديل تقول يا ربي هو ده البديل ولا ده الاحتياطي.
بص كام لعيب لعب في الطرف الشمال كوينجر. رمضان لعب فيها. أجاي لعب في الحته دي. الشيخ لعب في الحته دي. جيرالدو لعب في الحته دي. نهيج بقى وحسين لعب في الحته دي. تروح يمين هتلاقي حسين لعب في الحته دي، والشيخ لعب في الحته دي، وجيرالدو لعب في الحته دي، ووليد سليمان لعب في الحته دي. تروح للمركز رقم 10 هتلاقي وليد سليمان لعب في الحته دي، وحسين الشحات لعب في الحته دي، ومحمد مجدي قفشه لعب في الحته دي كمهاجم. هتلاقي أجايه بدا الموسم على بال ما مروان يتجهز في الماتش السوبر مثلا. أجايه اللي لعب في الحته دي. مروان بدا يرجع. فاذا اي في الاثنين اللي ورا الثلاثه صناع اللعب، اقول عمرو السوليه ثابت، هو الوحيد اللي ما بيطلعش خالص. كان الاول حمدي فتحي اتصاب، دخل اليو اليو سيسي عفوا اليو ديانج. الاربعه اللي ورا كلهم اتغيروا. ياسر ما كانش في الصوره بقى بدا يبقى في الصوره. ايمن اشرف لعب سنتر باك كتير واتطرد مثلا في مباراه النجم. علي معلول علي معلول قعد يعني. فاذا كل اللي بيطلع وبينزل ما بتحسش بفرق خالص، ودي يحسب له التجهيز بتاع الناس دمج. كلها دمج المستويات مع بعض مظبوط. يورجن كلوب مع ليفربول وصلهم للموضوع ده. في فيرمينو ما فيش فيرمينو، في صلاح ما فيش صلاح، في ماني، في اوريجي، في هندرسون، في جيمس ميلنر بيقعد، رجع تشامبرلين، بينزل نبي كايتا، بينزل فابينيو غايب للاصابه. الفرقه ما تاثرتش نهائيا وبتلعب نفس كورتها وكله بيأدي نفس الدور. هندرسون المباراه اللي فاتت مسجل، صلاح المباراه اللي فاتت مسجل. فاذا الفريق ما بيتاثرش نهائيا. جاوب لي على النقطه عشان اروح لنقطه ثانيه اللي هي حته. طب بص انت بتتكلم مع واحد مقتنع ان يورجن كلوب ده من اعظم مدرب يمكن في تاريخ كره القدم، وبقول لك من دلوقتي هو يعني حاجه في حته تانية خالص. مع احترامي طبعا الكبير للمدربين العالم، اكيد جوارديولا مدرب مش عظيم، مدرب خارق، واحد كان يعني اذا اجاز لينا التعبير بلغه الكوره كده بتاعت الشوارع لما كنا بنلعبها، كان بيلعب العالم كله الكلب الحيران. مع برشلونه في 2009 انت كنت بتقعد بتشوف بالست ده سبع دقائق الفرقه مش عارفه تقطع الكوره من برشلونه. فاذا هو مدرب برده في حته تانية. وايه اللي حصل له بقى؟ ايه اللي حصل له؟ هرجع للمية عشان برضو مش هعديها 100 مره. انا بالنسبه لي انا عمال ادور على الاسباب دي عشان في حاجه شغله دماغي اليومين دول. ايه هي؟ دايما ثالث موسم لجوارديولا مع اي فريق بيكون الافشل. يا دايما. برشلونه كان عمل كده، مع بايرن ميونخ عمل كده. معلش انت بتتكلم على بيب. بيب مش انت بتسالني على قلت يورك. اللي حصل له؟ ماشي ماشي سمعتها يورك. اوكي مش انت بتقول ايه اللي أوكي. حصل له؟ الموسم الثالث مع كل فريق دايما يكون موسم سيء بالنسبه له. دايما مع برشلونه ما كانش افضل موسم. مع بايرن ميونخ ما كانش صحيح كسب الدوري مع بايرن ميونخ، بس الدوري في المانيا مش انجاز انك تدرب بايرن ميونخ وتكسب بيه الدوري. صحيح خلاص. المقياس هيبقى لكن انجاز ليورجن. بايرن ميونخ عامل زي الاهلي دلوقتي. دلوقتي جمهور الاهلي بيقيس نجاح المدرب دلوقتي بايه؟ افريقيا. شكرا. اللي هيجيب له بطوله افريقيا انت العظيم بالنسبه له. يعني ده انت احنا اللي انت كنت. طب ارجع للملاحظه لانها مهمه جدا، يعني ملاحظه مهمه جدا بعتقد ان هي محدش خد باله منها. دايما الموسم الثالث او ثالث موسم لجوارديولا دايما بيبقى. عدد لي الموسم الثالث فين وفين وفين وحصل ايه؟ السنه دي مع مان سيتي ضايع. ضايع مع انه الثاني يعني، بس ضايع يعني بالنسبه اللي كان بيعمله. مع بايرن ميونخ. مع برشلونه دايما الموسم الثالث ما بيبقاش جيد. حتى لو كان في المستوى اللي مش هو السنه دي. هو الراجل امبارح رفع الرايه البيضاء خلاص. رسميا هو استسلم خلاص. وحتى اول مره اشوفه يعني نوعا ما متعصب شويه في التصريحات بتاعته. انه اللي هو يقول لك انا كمدير فني دوري ان انا اوري اوصلك للجول. لكن مش دوري بما معناه يعني مش دوري ان انا انزل اجيب الجول او اعلمك تجيب جول ازاي. مع ان هم نفس اللعيب. لسه هقول لك. مع ان هو كون اجويرو اللي حط الكوره امبارح في القايم. هو طبعا مان سيتي امبارح عمل مباراه يعني وصل فيها لمرمى توتنهام اكتر من فرصه، لكن قله التوفيق يعني خبطت في القايم. قله التوفيق بيجي لمين؟ يعني ليفربول مثلا السنه دي مع كل الاحترام اللي يورجن بيعمله، بس في توفيق عالي. التوفيق بيروح لمين؟ التوفيق بص هو الكوره دايما بتكافئ اللي حاجات كتير قوي، اللي بيخلص لها، اللي بيحترمها، اللي بيهين نفسه عشانها. التوفيق دايما بتلاقيه بيروح له دايما. يعني في ناس اللي ما بيحبوش ليفربول مثلا، اللي بيشجع مان يونايتد، اللي بيشجع ريال مدريد على مستوى اوروبا، يقول لك ليفربول محظوظين شويه. ممكن تحسها. بس الكرة عاوز زي مثلا
ما بيقول لك ايه وانت بتتفرج على مباراه لبرشلونه، يقول لك الكره بتحب ميسي. مظبوط. ف جد الكره بتحب ميسي. ليه؟ لان هو ماشيه معاه. يعني ممكن مثلا هو بيرقص تخبط في مدافع وترجع له تاني. اللي بيشجعه ريال مدريد يقول لك ده محظوظ، ده بص هو يا جماعه عشان مجتهد هي كمان بتحس ان في يعني حد في مكافأة من كرة القدم ليك للي بيجتهد لها. صحيح. هروح لمحمد صلاح في ثلاث أسئلة بعيدا عن كل الزوايا، من زوايا أخرى. أولا فنيا ضربات الجزاء، شاط مرة أول ضربة جزاء بعد ما رجع من صعودنا لكأس العالم وضيعها، بعديها 9 ضربات جزاء شاطهم جابهم. طريقة تسديد محمد صلاح لضربة الجزاء، هل دي تعتقد إن هو ضغط زيادة ولا ده نوع من انواع تسديد ضربات الجزاء ولا ايه بالظبط؟ شايفها ازاي؟ لان كلها تسديدات محدش بيبقى حاسس انها تيجي وبتيجي جول. عاوز تعرف ليه اتغيرت؟ ارجع لليفاندوفسكي مع دورتموند وانت تعرف. عرفني. بص يا سيدي، يورجن كلوب هو بيطبق المدرسه الالماني في تسديد ضربات الجزاء. اللي هقولها لك بالبلدي كده اللي هو نوعا ما يعني غمض عينك وجامد. مدرسه لوتر ماتيوس لو تفتكر في كاس العالم 90 جامد. عارف مين اتعلمها كمان هنا من مصر في المدرسة الألماني؟ مين؟ ياسر رضوان. مش كان بيشوط ضربات الجزاء؟ جد. دي المدرسة الألماني في أكيد كل مدرسة ليها الاستثناء. تعتقد ده تأثير يورجن؟ ده شغله. وأنا قلت لك ارجع لليفاندوفسكي، شوف أول لما ليفاندوفسكي لما جابه من ليخ بوزنن في بولندا كان بيشوط ضربات الجزاء إزاي؟ عادي زي أي لعيب، هيحاول يحط الجول شمال عشان هو يحطها له يمين. أو هيحط ليفاندوفسكي بعد كده بقى بيشوط ضربات الجزاء في المقص بقوه. لما راح بايرن ميونخ وخرج من تحت نطاق يورجن كلوب بقى بيستخدم مدرسه ثانيه، انه يروح ويقف يشوف الجول هيروح فين يقوم حاططها له في العكس. الجول راح كده يقوم حاططها له هنا. يقف سنه اللي هي كانت مدرسه اللي كان بيجي ده هنا في مصر مدرسه حسني عبد رب في تسديد ضربات الجزاء. لكن صلاح الفاينل بتاع الاوروبا السنه اللي فاتت واخد قرار في زاويه بس بيشوطها جامد. طيب. حتى لو الجول راح معاه ممكن تاخد ايده وتدخل. طيب اللي بيكلمك ده، انا ما سبتش ماتش واحد لمحمد صلاح من اول فيورنتينا، ماتش واحد. لكن هذه الامكانيات اللي بتاعت محمد صلاح الكبيره طبعا محدش كان متوقع، ولو سالت حد وفرانشيسكو توتي قال كده، محدش كان متوقع انه يروح كده. محدش كان ينفجر طبقا لمورينيو لما قال ده قنبله انفجرت. ده جاي منين؟ بعيدا عن يعني عايز كل الحاجه تعددها لي، وبعد كده هكلمك عايز اسالك برضو على تاثيره علينا في الكره في مصر. على محمد صلاح؟ انا بعتبر ان طبعا مع احترامي الكبير لكل المدربين اللي تولوا مهمه تدريبه من اول هنا في مصر لغايه لما راح ليفربول، اكيد طبعا فيورنتينا محطه مهمه جدا، روما نقلته نقله ثانيه، وطبعا اكيد محمد صلاح بينطبق عليه اللعيب الملتزم اللي بيشتغل على نفسه. يعني كل ده حط تحت كلمه ان هو لعيب مجتهد 100 خط. بس كله الاجتهاد يوصل كده؟ طبعا. طبعا. مع يعني مع احترامي كله كوم كامل يقول لك هم بيقولوا ايه؟ لكل مجتهد نصيب. ما قالش لكل مهاري نصيب. صح؟ ما قالش لكل حريف نصيب. لكل مجتهد. اثبت لك. طيب احمد فتحي مهاري؟ لا. من اهم اللعيبه اللي في تاريخ الكره المصريه. كريستيانو رونالدو بصرف النظر ليس مهاري كما ميسي. بس كده لسه هقول لك. بس ايه؟ اهم ميزه عنده؟ التسديد. لا مش كفي الفنيات. الاجتهاد. الاجتهاد طبعا. يتمرن كويس جدا. صحيح. بيموت نفسه. تحس انه مركز. بيشتغل على نفسه. الراجل بص جسمه عامل ازاي. لا. بص جسمه عامل ازاي. الى الان 37 سنه. ده لعيب مجتهد. ما بيهزرش. فعشان كده زلاتان في امهر منه؟ زلاتان عنده سن الدلع برضو شويه. طبعا. يعني وغرور. لا حته الغرور دي حته ثانيه بقى، انت كده رحت للشخصيه. بس قصدي ما هي الشخصيه تاثر ولا ما تاثرش؟ طبعا. اهم لعيب اهم حاجه في الرياضي مش من لعيب الكوره دلوقتي الشخصيه. الشخصيه. يعني احنا كان اصلا في بدايه الحلقه بنتكلم على ايه؟ ان انا عاوز اشوف شخصيه النادي الاهلي في افريقيا. الشخصيه دي شخصيه الفريق بتجيبها من شخصيه مين؟ اللاعب. صحيح. واللاعب ده بيجيبها منين؟ المدرب. من التربيه اللي اتربى عليها في النادي الاهلي. صحيح. عشان كده انا قلت لك اللعيب في النادي الاهلي بيتربى، انا ما مين اللي قدامي؟ انت لازم تكسب لاعب نادي الاهلي.
صحيح. طيب تأثير بقى محمد صلاح بعيدا بقى عن الفني والاجتهاد والأسباب اللي أدت لكده، لما الاقي ألكسندر الباك اليمين ليفربول منزل صورة على تويتر بيقول فيها وبيبص له وبيسمع له يقول أنا دايما بستمع لمحمد صلاح، ألكسندر بالنسبة لهم لعيب قنبلة. ف تأثير تأثير هذا التصريح، مش هو بس، معظم اللعيبة، بس أنا بكلمك على واحد أيقونة بتاعت إنجلترا دلوقتي، لما يقول ده على محمد صلاح، ما هي في كل الأحوال الكرة المصرية مش زي الكرة الإنجليزية، لما يقول تأثيره علينا إيه؟ ده تأثيره حاجة كبيرة جدا، إن يعكس لك الناس دي شايفة إزاي محمد صلاح، وأنت برضو لسه في ناس بتحاول يعني تشوه الصورة بتاعت اللعيب المصري أو محمد صلاح بصورة أدق. يا جماعة احنا مش كل يوم بيطلع لنا أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، طيب. احنا مش كل يوم بيطلع لنا هداف أقوى دوري في العالم، احنا مش كل يوم يا جماعة احنا كنا بنتفرج على دوري أبطال أوروبا ده واحنا انت هتشجع مين النهاردة؟ هتشجع ميلان ولا هتشجع مش عارف مين؟ انت النهاردة مصر كلها بقت بتشجع ليفربول عشان عندك حلم ان لعيب مصري يرفع الكاس، لغاية لما الحلم بقى حقيقة. احنا من ساعة الكابتن محمود الخطيب مفيش حد يا جماعة شال جايزة أحسن لاعب في أفريقيا. طيب انت عارف احنا بنتكلم سنه كام؟ خد اتنين يعني الثالثه، كان احنا كنا بنتكلم على صلاح كده، شوف وصلت لايه؟ ازاي ما يكسبهاش؟ ازاي مش عارف ايه؟ يعني رجعك ان الاحلام اللي انت بتشوفها او الامنيات اللي انت بتمني نفسك بيها ممكن تتنفذ، ليه لا؟ صحيح، نفذها لك. يعني ايه اللي فاضل؟ الراجل بيقفل اللعبه اهو، ايه اللي فاضل؟ دوري ابطال اوروبا كسب السنه اللي فاتت، سوبر اوروبا كسب السنه دي، اللي هي 19 لما تلعب في 19، كاس العالم للانديه لسه كسبه من شهر ونص ولا من شهر، فاضل له الدوري الانجليزي، بيقفل اللعبه. انت كنت تحلم ان راجل، انت محمد زيدان لما كسب الدوري الالماني وتلعب علم مصر على المنصه الناس كانت كلها فرحانه، فما بالك بقى يطلع على منصه اقوى واعنف دوري في العالم. طيب بيساعد دايما رونالدو منتخب قوي، شايف المنتخب ازاي في تصفيات كاس العالم مجموعتنا؟ قلت تاني معلش، مين دايما بيساعد عشان محمد صلاح او اي نجم يوصل لمراتب عليا انه يكون منتخبه قوي وبيقدر ياخد بطولاته؟ مش شرط والله، صدقني والله صدقني لوحده. بص هي ما فيش قاعده في الموضوع، يعني هتجيب لي دي هجيب لك يعني حاجه عكسها، هتجيب لي دي هجيب لك حاجه عكسها. طيب. بمعنى هو منتخب الارجنتين مش منتخب قوي جدا. طيب شفت انت ابتسمت ازاي؟ يعني هو كون اجويرو ده مش فرويد؟ لا جامد جدا. لما يطلعوا ايكاردي اصلا ويستبعدوه، هو ايكاردي ده مش فرويد مرعب؟ مرعب. طيب دي ماريا ده مش مرعب؟ ديبالا ده مش مرعب؟ هيجوايين ده مش مرعب؟ جدا. طيب شوف انت بتتكلم كل دي لعيبه ما عندهاش حلول. طيب وميسي؟ يعني اذا لوحده يعني اذا معاه منتخب قوي عمل ايه؟ انا كان قصدي بالنتائج عشان تساعده هو، احنا بنتكلم على صلاح دلوقتي كحاله، نساعد صلاح ازاي ان هو يوصل للبالون دور، يوصل ان هو ياخد حاجات كبيره. احنا هو ساعدنا في انه نقل الكره المصريه حته تانية خالص. مظبوط. احنا نساعده ازاي؟ وهنقلها بقى اروح للقرعه. انت هتساعده ازاي كناس مسؤوله عن الكره في مصر؟ عاوز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. عاوز الحق؟ عاوز تساعده؟ سيبه في حاله. طيب مجموعة مصر في كاس العالم، مجموعة مصر في كاس العالم هي نفس افندم تصفيات كاس العالم، هي نفس الفكرة. اللي عاجبني بس بصراحة المرة دي ان احنا كل تصفيات كاس عالم كانت بتحصل كان الاعلام الرياضي في مصر يقع في غلطة كارثية. بمعنى ان في 2002 اوبا وقعنا مع المغرب، هي المغرب ومصر المنافسة مش هتبقى برا، ونعمل حالة سلبية، وانت اللي تشخص المنافس بتاعك. ام جالك السنغال متأهل على حسابك. صحيح. انت والمغرب. صح. طيب والسنغال راحت وشرخت بقى زي ما بنقول في عالم كرة القدم، قامت راحت كسبت بطل العالم في الافتتاح فرنسا وقتها في كاس العالم 2002، كانت فرنسا بطل 98 كسبتهم. طيب دخلنا على 2006، كان مين المنافس؟ الاعلام المصري قال لك هو ده المنافس بتاعنا. اللي وصل كوت ديفوار. كوت ديفوار كلنا. صحيح. قلنا الكاميرون هي المنافس بتاعنا. صحيح. خلاص انت اللي احنا صعدناها، احنا اللي صعدنا كوت ديفوار. صحيح مظبوط. احنا تعادلنا مع الكاميرون هناك 1-1 وهم ضيعوا ضربه جزاء بيير وومي حطها في القايمه الشمال للعصام الحضري.
ودي اللي نوعا ما هدت الدنيا شويه، لان انت جات لك فرصه انت اللي ضيعتها، انت اللي ضيعتها بعد ما تلومنيش انا كمنافس. صحيح، انت اللي شخصت وقلت كاميرون هي المنافس بتاعي وربنا يستر. ولو فاكر كان اخر مباراه كنا هنروح يا ويندي اللي هي صحيح. اخر مباراه جات لك كوت ديفوار، وكمان كوت ديفوار قامت ايه شرخت بالجيل الذهبي بتاعها، يا توريه وحبيب كله توريه وديدييه دروجبا وذكوره والجيل اللي احنا عارفينه. جه بعد كده كاس العالم 2000 وقتنا انت يلا يا شوف خلاص. يعني الكلام معاك الحلو ما بينتهيش بس يعني هاخد بس منك توقعاتك للمجموعه. لازم تقول للمجموعه اول مره احنا ما نعملش الموضوع ده يعني ما تقدرش تقول مين المنافس الحقيقي بتاعنا، فانا شايف ان دي ميزه بصراحه. ده واحد. رقم اتنين، اللي قلته على النادي الاهلي لازم يتطبق على منتخب مصر. شخصيه، لازم يبقى فيه شخصيه. ما ينفع، انت شفت شخصيه منتخب مصر في اول مباراتين مع كابتن حسام البدري، تعادلت مع كينيا هنا في برج العرب، وبعديها رحت تعادلت مع جزر القمر بره، واتلعب عليك كوره جامد بصراحه. فانا شايف ان انت منتخب مصر في حاجه شديده جدا بعد الامم الافريقيه وبعد اول مباراتين في تصفيات الامم الافريقيه، في حاجه شديده جدا لاستعاده هيبته على مستوى القاره. الكلام ده هيجي ازاي؟ هيجي بان انت لازم تبدا تكسب بره، ولازم تعتبر ان كل مباراه بمثابه كاس. المباراه دي هكسبها، هي دي مصر تصعد؟ ان شاء الله من المجموعه دي تصعد من المجموعه. لكن بعد كده الله اعلم بقى في لا بعدها لكل حدث حديث ان شاء الله. شكرا جدا، استمتعت بيك. الله ربنا يخليك، استمتعت بيك هنا وفي كل حته. ربنا يخليك دايما وجهه مشرفه. يعني انا بشكر المسؤولين هنا، ده بيتي طبعا يعني بجد. اتكلمت براحتك، قلت كل حاجه، قال لي اي حاجه خالص، انا كل شكراً. اللي عندي قلته. ما تروحوش في اي حته، بعد شويه ملك وكتابه، اما انا فاستودعكم في امان الله.